يعني بين عرس الصقر 1998 إلى 2010 الجماعة، يعني 2010 نقلة مباشرة نوعية في حياة إياد نصار إلى عالم من تجسيد شخصيات صعبة. كيف قدرت تتجاوز هذا الموضوع، موضوع الشخصيات الصعبة الحساسة والمعقدة نوعا ما؟ إذا ممكن سمحت لي إياد، بس قولي لي. آسفة إني بدي أقاطعك، بس بهاي النقطة بالذات بمسلسل الجماعة أو بفيلم الجماعة، الفكرة كانت إنه كمان أولادنا بالعالم العربي، لأنه حكينا قبل شوي عن هذا الموضوع، يعني بنقتله روحيا وجسديا بفكرة المتطرف اللاغي للآخر، زي ما حكينا، نعم اللاغي لوجوده لمجرد إنه هو مختلف، نعم بالضبط سواء كانوا جماعة، سواء كانوا متطرفين، سواء كانوا أعداء. فاليوم أنت مثلت شخصيتين بدورين مختلفين، قاتل وشهيد، شرير وشخص عم بدافع. يعني هو قديش كانت منعطف موضوع الجماعة في حياتك؟ هو خلينا ابتدي مثلا من شخصيه حسن البنا في مسلسل الجماعه. المسلسل اللي اتقدم اولا، خليني اقول لك هو مين خلف المشروع اساسا، مين الادمغه اللي موجوده خلف المشروع. عندك شخص الله يرحمه مفكر مش بس سيناريست، وحيد حامد. وحيد حامد مشغول بهذا المجتمع او هذا النوع من التفكير، بهذا الفكر، الفكر الاسلامي السياسي، الفكر المطار. هو كان مشغول، كانت معركته. فلما تم اختياري لتقديم حسن البنا، انا سألت نفسي هل دي معركتي؟ يعني هل دي معركتي انا عايزها؟ هل هي معركة؟ فلقيت انه انا فعلا دي معركتي. من عرس الصقر لحسن البنا، اياد كان في رحلة تطور ثقافي. انا فين مشروعي؟ انا فين مشكلتي؟ انا ايه؟ انا شو اللي بدي اقدمه للناس؟ فلما يجي مشروع لمفكر زي وحيد حامد ويقول لك يا اياد اصحى هو ده مشروعك، فانا هتبناه. عشان كده كملت بعد كده، كملت على المشروع، كملت فكره اني انا قدمت شخصيه الضابط الاسرائيلي في الممر. تجسد المعتقد، تركز على المعتقد، معتقد الالغاء بالضبط زي ما قلت، معتقد الالغاء، الشخصيات القائمه على الغائك. انا ما في نقاش بيني وبينك، انا لازم الغيك، انت مش موجود. الإسرائيلي عايز يلغيك، انت مش موجود، يلغي هويتك، يلغي كيانك، يلغي وجودك، يسرق لغتك. لو لاحظت يمكن خدت بالها فكره انه في الضابط الاسرائيلي في الممر، احنا ما كناش عارفين هل هيحكي عبري. فطبعا العبري يعني سبتايتل، مع ان انا عملت المشاهد كلها متمرن عليها. هياخد الناس من الاحساس. طب هيتكلم اللكنه، اللهجه المصري مش هينفع، لانه في الفتره دي اللهجه المصريه كانت مش معروفه بالنسبه لهم. طبعا طب ايه الموضوع؟ هيتكلم انهي لكنه؟ سرق لكنه الفلاحين الفلسطينيين.